السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ شايل جيم بالعرب معاكم. حلقه جديده النهارده مع ابو صلاح. احنا بقى لنا فتره كده ما لعبناش الكارير بتاع ابو صلاح. الفتره اللي فاتت كان في احداث كتيره في الكارير بتاع رمضان، علشان كده وقفنا شويه مع صلاح لحد ما رمضان سبتنا مع الفريق الجديد ومشينا في الكارير بتاعه كده كام ماتش مع تشيلسي. هنرجع تاني لابو صلاح مع نادي روما ونكمل كده الكارير بتاعنا. صلاح كده كده كان مصاب الفتره اللي فاتت، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. احنا كنا بنلعب، لعبنا خمس بطوشه مع روما. احنا في المركز الثاني ب 12 نقطه ورا انتر. ده الترتيب بتاع الجدول الدوري لحد دلوقتي اللي عايز يشوفه. عندنا ايه تاني مشتركين فيه؟ لسه عندنا في الكاس ماتش مع ميلان، احنا دور الثمن النهائي تمام. يبقى عندنا لسه كده على النهائي ماتشين كمان او 3 ماتشات بما فيهم ماتش بتاع ميلان عشان نوصل للنهائي بتاع الكاس. بالنسبه للمجموعه بتاعت اوروبا، احنا في الترتيب الاول، بعدين موناكو ومانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند. زي ما قلنا احنا مختارين في بدايه الكارير مجموعه كلها فرق تقيله جدا. احنا في اول مجموعه كسبنا ماتش، كسبنا بروسيا دورتموند. دي البطولات اللي احنا مشاركين فيها كلها. هنرجع تاني نخش بقى على الماتش اللي عندنا النهارده. احنا عندنا ماتش مع تورينو في الدوري، بعد كده ماتش مع موناكو في بطوله اوروبا، وبعد كده اول الشهر الجديد هيبقى عندنا ماتش مع الانتر اللي هو متصدر الدوري دلوقتي. بعد كده ماتش وديه ملهاش لازمه مع منتخب مصر، كان هنرجع للدوري تاني بعد كده بطوله اوروبا. ماشي، خلينا نخش كده على اول ماتش معانا. الماتش ده هيبقى بره ارضنا، مش هنلعب على ارضنا، ماتش في ارض تورينو. التشكيله بتاعتنا ثابته زي ما هي، ما فيهاش حاجه. راس الحربه زيكو زي ما هو، والشعراوي وصلاح على اليمين. هنبدا الماتش. تحياتي لكم اصدقائي المشاهدين بمناسبه مباراه اخرى من مباريات دوري هذا العام. موسم ممتاز واستثنائي في مباراه هدفها حصد واقتناص النقاط الثلاث. نبدأ الماتش بتاعنا كده النهارده ضد نادي روما. قدامك تشكيلة تورينو، فريق يستعمل طريقة 4-3-3 اللي تعتمد على أجنحة في مباراة اليوم. مقطوعة الكرة تلعب عند صلاح، وباصة طويلة. فريق يستخدم خطة 4-3-3، مش عايزين نلعبها لجيكو، عايزين نلعبها تاني. لعب لنا بينية مقطوعة تاني. كرة ستعود من التماس اللي دافعوا به. الاستسلام حلوة، الكرة رجعت لنا، هجمة لينا تاني. يستعيد الكرة مرة ثانية، ولو يلعب كرة مرة واحدة حلوة اتلعبت، دفاع اقرب ليها. النهاردة صلاح عنده فرقة روما عندها ماتش مع اليوفنتوس، ماتش هيبقى قوي جدا، احتمال كبير صلاح يشارك. هو موجود في الاحتياطي النهاردة، نشوف هيلعب ولا لا. لازال الامتلاك بالكره الى الامام، مسافه طويله يقطعها. الشعراوي معاه الكوره لسه بيحافظ عليها، لعبها ناحيه الشمال بالعرضيه تجيكو تطلع بره. لسه تاني جوه بيدور على حد يلعبها لصلاح، شوطه والجول يمسك. كره مع الدفاع ورا، يلعبها تاني اليساندرو فلورينزي، يلعب عند صلاح. لمسه طويله عند الشعراوي، حلوه، يستلمها، يلعب عرضيه، مفيش حد. بيلعب لمين؟ يلعب طويله عند الشعراوي، عايزين واحده من دول. الشعراوي تاني يستلم، بيعدي، حلوه، يلعب الناحيه التانيه عند صلاح برضو عاليه. المدافع كان الاروع دانييلي دي روسي، حذاري لعلها الفرصه. تاني الشعراوي تاني، شوطه بقى المره دي تطلع كورن. غيرك ما فيش، الوحيد اللي بيتحرك في الملعب لحد دلوقتي هو الشعراوي. شينجي كاغاوا حلو عند صلاح تاني، يلعب العرضيه جوه. الشعراوي كان هيحط رجله، لسه تاني صلاح بيحاول عليها منطقه الجزاء، وشوطه وجول. ضغط كده في اول، في اخر 10 دقايق
يجي منه جون. لحظة صعبة برشا بالنسبة للاعب، هدف حلوة، الكورة خبطت في صدر اللعيب ولا غيرت ولا لا، هدف من زاوية مختلفة ما فيهاش الجون، ما يقدرش يصدها. حلو، 1-0. هدف عكسي غريب وعجيب، خبطت فيه فعلا، خبطت فيه، جت في صدره وغيرت اتجاهها. 1-0. ميركو فالدي فوري، مقطوعة تاني، يخلص الشوط الأولاني كده 1-0. الفريقين بتاعنا 6-6 لسه، لما يعني يقول لك هيعلق ديت، يعني احنا لسه ما قدمناش حاجة في الماتش عشان الكابتن يعلق عليه أو الكوتش يعلق عليه. هنبدأ الشوط الثاني. دانييلي دي روس، حلوة عند صلاح، حاول بقى نفتح ناحية اليمين اللي شغالها شوية الشوط الأولاني، ناحية الشمال هي اللي كانت شغالة. حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد، العب بقى حلو عند صلاح. اوه لو كانت عدت كان هيتزحلق ويلعبها بالعرض، بس عدت منه. مقطوعة تاني، حلوة تتلعب عند صلاح، هياخدها ويعدي. يا سلام على الاستلامة، داخل وماشي لسه معاه، لسه بيلعبها الناحية التانية. تعمل ايه؟ انا مش عارف ديكو بيعمل ايه، في المرور اللي يتحصل على الكوره يفكها بطريقه ممتازه، تروح لهجمه لسه الكوره معاهم تاني. اتقطع التاني من نينجولان، يلعب البينيه حلوه عند صلاح، الاحتفاظ بالكوره يحتاج الى مزيد، يلعب الناحيه التانيه حلوه نينجولان وصايره جول. حلوه المره دي لعبناها نينجولان مش لديكو، نينجولان ما ضيعش. مش معقول ومش مقبول. 2-0 واسيست في اول الماتش دوت، في اول ماتش لينا عملنا اسيست. جو هارت واقف يتفرج، ما من شك مسؤوليه كبيره تلقى، العبها له حلوه، حط وش رجله على طول، الانتحاري، تصرف غير مسؤول ادى الى هدف. الان ياتي في مرمى تاني جول لنينجولان كده في الدوري، هيطلع بره ولا ايه؟ تبديل، ستروتمان هينزل، ولكن خليني اذكركم لسه الكوره خطيره علينا، على صدره بيستلم بيلف يلعبها تخبط في زميله. الحمد لله صلاح هيلعب الكورنر دوت. حلو، هنلعبه لمين؟ بالعرض قصيره بدماغه يريحها، لسه ما فيش حد يشوط، تخبط وترجع عند الدفاع تاني. دقيقتين والماتش يخلص 2-0. حلوه ترجع عند صلاح، يصفر الحكم خلاص 2-0 نتيجه الماتش. التقييم بتاعنا 8 و7، مش وحش. الكوتش راضي عن الاداء بتاعنا، خلصنا من اول ماتش عندنا كده. تاني ماتش معانا النهارده ماتش موناكو، المره دي مش في الدوري، هنلعب بقى في بطوله اوروبا. خش على الماتش دوت، مفيش اي حاجه تانية ممكن نستعرضها، احنا في اول المجموعه برصيد 3 نقط من اول ماتش كسبناه. نلعب على ارضنا المره دي نفس التشكيله بتاعت الماتش اللي فات. بعد نتيجه اولى في ماتش الافتتاح لدوري المجموعات اليوم تبلغ محطه الجروب ستيج الجوله الثانيه، والرحلة الثانية يأملون فيها أن تكلل بالنقاط الثلاث. إنها مباراة في ذهاب العاصمة روما بلقاء ضد نادي موناكو. هنبدأ الماتش بتاعنا على أرضنا على الأولمبيكو. يحاول امتلاك صلاح يسنتر لأنه ملعب الأولمبيكو وعلى ذمة فريقا العاصمة لاتسيو وروما. محتاجين نكسب الماتش ده عشان نأمن صدارة المجموعة كده. حلو عند صلاح، حاول يخش على جوه، معدي معدي، حلوه ويلعب بينيه، هي دي البدايه كويس. دانييلي دي روسي، دي روسي يلعب بينيه حلوه، بيحركنا دي روسي، بيحركنا في كل حته. لسه صلاح تطلع اوت، حلوه هيلعبها لمسه صغيره تنزل له تاني، حاول يعدي تقطع تاني. مركز معانا محمد صلاح، حاول يخش داخل على منطقه الجزاء، يحاول يلف يعدي يلعبها حلوه. ستروتمان ولا مين اللي معاه الكوره؟ لسه تاني، العبها لصلاح تاني، شوطه تخبط وتطلع كورنر. لدينا ركنيه جديده، كورنر هيتلعب بالعرض، حلوه الشوطه، جون، جون عالمي، جون عالمي. اظنه من الاهداف الجميله اللي شاهدتها، شوطه قنبله حلوة بشماله، حلوة حلوة. تالي ده أحسن جون في حلقتنا النهاردة، توماس فيرمالين جاب جون حكاية. 1-0.
محتاجين ابو صلاح يجيب جون زي ده بقى. تتقطع من نانجولان حلوه. يستنى الثغره للمرور. نانجولان يحاول يلعب بينيه تتقطع. برافو المدافع يتصدى لها في الوقت المناسب. حلوه ناحيه الشمال الشعراوي يلعب بينيه طلعها الدفاع ابو صلاح. عرضيه بدماغه تقع شوطه. كورنرات خطوره المره دي. صلاح تاني وشوطه والجون يطلعها. حلوه بدايه كويسه ضاغطين عليهم. اي كورنر راح خطر. حلوه الشوطه من صلاح بس لو كانت اعلى شويه كانت دخلت. لسه بيلف ودور حوالين نفسه. حلوه يلعب بينيه تاني لصلاح. هنلعبها بالعرض مفيش كلام. ما ملهاش حل تاني غير كده. ملهاش حل تاني غير كده. حلوه تاني عند صلاح. يلعب العرضيه من هنا الجون يطلع اقرب. حلوه تاني خلاص هيصفر. لسه ناينجولان على منطقه الجزاء. لسه تاني فرصه انه ينفذ التمريره الجانبيه خطيره عند صلاح بدماغه مفيش. زيكو خش عليها هيصفر كده خلاص. نهايه الشوط الاول اصدقائي المشاهدين تايم بتاعنا 7. لسه مفيش حاجه الكوتش يقول عليها. حلقتنا النهارده لسه ما فيهاش جديد. محاوله اخيره للعوده في المباراه التي لم يتبقى فيها الكثير. في فوز لروما لكن مفيش فوز لصلاح. لسه مفيش اجوان. هو اسيست واحد اللي عملناه. يبدا الشوط الثاني. لان الشوط الثاني يبقى مختلف. ناحيه الشمال يلعب خطيره ديت. بيخلي بالنا من الهجمات اللي في اول الشوط ديت بالعرض. حلو يطلع. لسه خطيره هنا. شيل اي حاجه. صلاح بدماغه حلوه. حلوه الكوره ديت. افتحها صلاح. اوه تتلعب له بينيه حلوه تاني وشوطه وجون. اول جون في الحلقه النهارده وتاني جون لروما. حلوة يا ابني. بدأ هجمة حلوة مرتدة. كتير يا ابني من يومك والله. حلوة الكرة اتلعبت. لعب له البينية الشعراوي من لمسة بيمينه المرة دي ما يستناش عليها. أول جول لمحمد صلاح في الحلقة النهاردة. حلو. كانت بادئة نايمة خالص. مش عارفين نعمل حاجة. أندريا راتشي. كمل نشوف هنجيب جول تاني ولا لأ. حلوة تتلعب عند صلاح مضغوط علينا. حاول يخش يلعبها حلوة. حرك معاه اتنين ضغطوا عليه. يلعبها تاني لمين؟ مفيش حد. بوظنا الهجمة. ناينجولان كان راح كويس على الجون. حلوة اتخطفت من هنا الشعراوي شوطة وجون. جون بمعرفة الشعراوي محدش عمل معاه حاجة. قطعها من مكان حلو. يستاهل بصراحة الجون ده. عامل ماتشين حلوين لحد دلوقتي الشعراوي. اتنين مصريين قدامنا يا جماعة. اتنين مصريين الشعراوي وصلاح. بدنا نلعبه في ماتش يوفنتوس النهارده. كده الحلقه قبل ما هتنزل الماتش اساسا هيكون اتلعب. حلوه الشوطه بيريح الماتش 3-0. اول جول ليه في بطوله اوروبا. وفريق مظل في هذه المباراه يتداولون. شينجي كاغاوا. هاي الامدادات الاخيره تصل للمساعده. حلوه العبها لنا من هنا. حلوه الكره دي تخبط وتطلع. مش ضعيفة التسديدة على حاجة. الكرة كانت رايحة على الجون. ملاكم محافظ على الكرة كده تتقطع منهم تاني. الدفاع عندهم أي كلام. العبها له تاني ما نلحقش. قطع التاني. دفاع سيء. بيتقطع منهم الكرة في أي حتة في الملعب. تلات دقايق وقت بدل ضايع والماتش يخلص. الفرقة كلها ساندة على ركبها. حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. تلعب التاني عند صلاح. يلعب من لمسه حلوه والاسيست. الاسيست قبل الماتش ما يخلص. بيريز يحط الجون الرابع. فوز كبير على موناكو. حلوه الكوره. شوفها تاني اتلعبت عند صلاح. يا دوبك خد المدافع كده
يارده وراح لعبها بينيه من كاميرا ثانيه، صوره طبق الاصل من جون صلاح بس دي عاليه فوق. 4-0 هجوم ضد دفاع حقيقه اليوم التوازن اسست وجون في الماتش ده. خلاص الحكم هيصفر، صفر فعلا. الاداء بتاعنا 9-1، احنا ممتازين في الماتش ده تمام. العيب السلبي الوحيد ان احنا بنضيع الاستحواذ. الماتش الثالث معانا بقى النهارده، اخر ماتش في الحلقه، هو ماتش انتر. احنا عايزين نشوف الترتيب تاني، لسه انتر في المركز الاول بعديه روما، يعني الماتش ده لو كسبناها هننط في المركز الاول. انتر عنده 16 نقطه وروما عنده 15، ورانا نابولي كمان، يعني التعادل مش مصلحتنا، لان نابولي لو احنا تعادلنا هو هيطلع هو في المركز الثاني او الاول تمام. ماتش هيبقى على ارضنا، تشكيله ثابته زي ما هي، صلاح على اليمين والشعراوي على الشمال وتزيكو في النص. خلينا نبدا. ليله كرويه من على التراس، امنياتي وامانيه ان ننطلق باثاره كره القدم. غير معقول حقيقه اليوفنتوس ترتيبه في الدوري ال 12 عنده 9 نقط. الفريق بعيد كل البعد على مستوياته الحقيقيه، الفريق اللي كنا نشوفه بعيد خالص اليوفنتوس عن الصداره والدوري. الانتر على عكس المتوقع هو اللي متصدر الدوري لحد الماتش ده بس. في مواجهة يبحثان فيها عن الصدارة، الفريقين في تفاوت هجمة ناحية اليمين بادئين الماتش، هم سخن يريد الاقتراب من الصدارة، حاول نقفل عليهم. اوعى يلعب حلو، يقطع كويس في الحتة ديت وضغط عليه تاني. اوت علينا كمان، حاول نخلي بالنا، ماتش مش سهل. يلعب بالعرض قطع، يطلع فين يا راجل، طلع منطقة الجزاء بتاعتنا احنا. حد يضغط من هنا حلوة، زيكو كل الفرقة راجعة حلوة. تاني اتقطعت، يلعب بقى عند صلاح، يلعب بينية وحشة أوي، وحشة أوي. لو لعبنا عليهم كورة طويلة هنكسب بجوان كتير، بس الكرة تتلعب حلو من ستروتمان ونانجولان، بيطلعوا هما بالجنبين كتير. ميلو محدش ضاغط عليه، اوعى يلعب بينية حلوة اتقطعت من هنا، حلوة تاني عند صلاح، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، ياخدها ومكمل. حلوة هيعدي فيها ايه؟ فيهاش حاجة. حلوة اتقطعت تاني، يلعب عند صلاح يحاول يعدي منه حلو، يلعب بينية. اتحرك يا راجل اتحرك. كرة تعود باليدين من التماس، وبعد ما حسست انه هيتحرك رجع تاني ماشي. محمد صلاح هو الدفاع قطعت تاني، نانجولان تاني يستلم في نص الملعب، لسه مع الكورة، يلعبها طويلة عند زيكو بدماغه يريح لصلاح وبط رجله تطلع. فرصة للتقدم خطيرة، حلوة الكرة رايحة لنا حلو، وبطن رجله بشمال وتطلع بره، عايزة بيمينك ديت. آخر دقيقتين وقت بدل ضايع، شوط من أسوأ ما يكون، لسه الملعب مقفل. انتر ضغط علينا في كل حتة، صلاح يحاول مفيش، يصفر الحكم، مفيش عندنا جديد بين الشوطين غير ان احنا الاستحواذ بتاعنا سيء. 5-9، هنحاول نغير الكلام ده في الشوط الثاني. اللحظة نبدأ الشوط الثاني. هنا جمال مدينة ايطاليا عاصمة روما في استادها. قطع الثاني من نانجولان، هو ده اللي بنتكلم عليه. انتر مش مدينا فرصة نعمل اي حاجة، يتحكم بالكرة بشكل جيد على ارض الملعب. كاندريفا ناحية اليمين، حد يضغط عليه، اوعى من هنا، فيها ضربة جزاء دي. الحمد لله ما فيهاش حاجة، ده شايله من على الأرض شيل. لسه الإنتر مستحوذ على الكورة في كل الملعب. حلوة اتقطعت من هنا، العب لنا بينية بقى الناحية التانية، فرصة وحيدة لو جت هنلعبها ولا إيه؟ تعدي لسه، لسه تخبط في ايده حكم، حكم تخبط في ايده. كرة ترجع، حاول يضغط صلاح معاهم. حلوة الكرة اتقطعت من هنا خطيرة، الناحية التانية زيكو مش عايز يستلم. زيكو ساب الكرة ومشي، هاك علينا وبيحسسنا ان هو هيتحرك وهيجري، ومرة واحدة يروح واقف تمام. صلاح يلعبها لزيكو تاني،
العب بينية بقى يا راجل تاني لصلاح. حلو عند صلاح، حاول يقطع الكورة طلعها منه اوت. كورة من الجانب ستلعب في تماس. تغيير تاني، المدرب انه يبدل احد اللاعبين. محتاجين صلاح مكمل. هاي الشوط من هنا شوطة زيكو يصدها. برافو يا زيكو. ولا الشعراوي. صفر صفر، 10 دقايق. يا ترى هيحصل ايه؟ تعادل لا في مصلحتنا ولا في مصلحتهم. نابولي كده هيركب لو كسب الماتش. مقطوعة، حلو. العب لصلاح. حرك كويس ناجي جولان في نص الملعب. لو يلعب بالناحية التانية ما تعديش. مفيش كورة معدية. صناعة لعب والكورة تضيع. انسالدي واقف كل حاجة جاية لصلاح. من ورا الدفاع. تمام. لسه ضغط. لسه معانا 4 دقايق نلحق نجيب فيهم حاجة. جاري ميدل. حلوة الكرة قطعها صلاح هنا. حلو حلو. العبها له بينية تاني. راح هو والجون. شوطة وجون. شوطة وجون أخيرا. بيروتي. بأسست حلو من صلاح نخلص الماتش. حلقة الاسيست من صلاح النهاردة. يلعبها له حلو. شوطة يعني مش ممكن، مش عارف ازاي دخلت. بوش رجله وبتلف وهو مش معدول. انجاز. واحد صفر. نجحوا في فتح مجال التسجيل بعد شوط اول بالاداء. ماتش ما فيهوش حاجة غير الاسيست بتاع صلاح والجون اللي جه. كرة اتقطعت حلو، الحمد لله استغلناها. من اخر محاولة. اوعى خد بالك، مش عايزين حاجة تروح. لا كله يدافع. حلوة ضغط من هنا. اوعى شوط. خطيرة جوه منطقة الجزاء. حلوة اتقطعت. لسه تاني. حلوة نانجولان ولا مين؟ تقطع. العب لصلاح. صفر الحكم خلاص. سرقنا الماتش دوت باسيست من صلاح. حكاية 7-6. انا شايف 7-6 ده انجاز كبير. يعني احنا كنا فين؟ كنا 5 وحاجة في الشوط الاولاني. كل حاجة كويسة. خلصنا الماتش التالت بتاعنا كده. الحمد لله رجعنا للمركز الطبيعي بتاعنا، المركز الاول بعد 7 ماتشة. عندنا 18 نقطة. انتر بعد الهزيمة الاخرانية دي وقف عند 16 ونابولي 15. الماتش اللي جاي عندنا نابولي. يعني احنا لو كسبنا ماتش نابولي ده هنأمن الصدارة بتاعتنا شوية. تمام. خلصت الحلقة النهاردة. معلش الحلقة اتأخرت شوية. اتمنى ان الحلقة ما تنزل تعجبكم وتستمتعوا بيها. ونحاول نركز شوية على السلسلتين زي ما احنا قلنا. احنا عندنا رمضان وعندنا صلاح. رمضان الفترة اللي فاتت كنا خلصنا السيزون الاولاني وزي ما قلنا كان في انتقالات وكده، عشان كده ركزنا معاه عشان ما نفصلش. ان فكرة الانتقال ولعبه مع فرق جديدة يبقى افضل ان هو يبقى كذا حلقة ورا بعض كده لحد ما ايه يعني نثبت رجلنا مع الفريق. ورجعنا تاني السلسلة بتاعت صلاح هنكمل فيها ان شاء الله. نتمنى برضو يجيله عرض من فرقة كبيرة زي الريال او برشلونة او فرقة كبيرة من الفرق اللي موجودة. خلاص خلصت حلقتنا النهاردة. اتفرجوا على الحلقة ورب تعجبكم. وشكرا لكم يا جماعة. السلام عليكم.